هاد الفيديو الخوت غيكون سبونسوريزي من عند شركة ماونو واللي صيفطوا لنا هاد الميكروفون الجميل. اخيرا وصلني واستعملته تقريبا شي سيمانه ونص شي حاجه بحال هكا، ودابا جا الوقت باش نبارطاجي معكم ونبين لكم جميع المميزات اللي زوينين فيه وحتى الحوايج الخايبين اللي كانوا. راه ما عنديش مشكل. اول حاجه هذا البرودوي كيدير الثمن ديالو $80. الجوده اللي فيه كتجيني كيستاهل المايك اكثر من هذا الثمن هذا. كيف ما كتشوفوا الخوت، البرودوي كيجي في هاد الكارطونه هذه اللي كتحميه لا يتهرس في الطريق ولا شي بلان بحال هكا. ملي كنحيدوا هاد الجوه هذا الخوت كنلقاو الكريطينه ديال ماونو اللي فيها الديزاين ديال ماونو اللعيبات. المهم داكشي مانتك الخوت. اول حاجه الخوت انا عجبتني فاش حليت الكارطونه هي انني شفت جميع الحوايج اللي غنقدر نحتاجها كاينه. غتلقى فيه اونتي بوب اوريجينال ديال ماونو، سيبوره اللي غتحتاجها باش تعلق الميكرو ديالك مع الطبله، وكتلقى الحاجه اللي مناش وانا كنتسناها اللي هي كابل يو اس بي، يعني ما غتحتاج لا كارت صون حتى شي لعيبه، وكتلقى بطبيعه الحال الميكرو العجيب. وهذا الميكرو هذا كيف ما كتشوفوا الخوت ديزاين ديالو مودرن، هو اصلا كله مودرن حيت شي حاجه جديده يلاه خرجت. اول حاجه الخوت اللي جاتني في شكل فاش هزيت الميكرو حسيت به ثقيل كاع من الميكرو اللي كنخدم به الخوت مع الكارت صون لعيبات، والسبب راجع لان هذا الميكرو فيه كارت صون وسط منه، زعما كاين ما فيهش كارت صون خارجيه كتبرونشا معاه، لا هو الداخل فيه كارت صون. كيف ما كتشوفوا الخوت هاد اللعيبه اللي كتبان لكم في ليكرو، صراحه هي احسن من البوب فلتر بالنسبه لي انا، يعني غتحيد لي داك البوب وديك بب اللي كتخرج ليا من صوتي، او ميم طون بلا ما تخسر لي الديكور ديال الكاميرا واللعيبات، يعني بالنسبه ليوتيوبر شي حاجه بيرفكت. اوكي دابا الخوت نقدر نغوت ونزيد في صوتي والصوت غيبقى يتسمع لكم كلير، ما كاين لب لب لب. من بعد الخوت ما استعملت هذا الميكرو هذا بديت كنكتشف شي حوايج اللي هما صراحه ما كنتش متوقعهم. السيستم اللي وسط هذا الميكرو هذا الخوت فيه بزاف ديال الحوايج اللي كينقيو الصوت، بحال مثلا نويز ما غاديش تسمعوه في الميكرو ديالكم الا جهدتوا الصوت بزاف وغتسمعوا غير شويه ديال النويز. كيف ما كتشوفوا هنا الخوت راه ما كاين حتى شي اف وما كاين لا نويز لا والو، الا جهدتي المايك بزاف ديك الساعه كتسمع شويه ديال النويز ما باينش كاع، وتقدر تحيدو باللوجيسيال ويبان كانه ما كاينش. لاحظت بلي الميكرو بحال فيه شي دي ايسر، يعني مثلا الا شفتوا هنا الاس كتخرج ناصحه ما كدر لا في الودنين لا حتى شي لعيبه. عطيتكم اكزومبل. والعاوتاني الحوايج اللي عجبوني حيت انا كنت كنعاني بزاف مره تنبغي نقصر شويه ديال الجي تي مع الدراري، كندير تيليفوني وتندير هاد الليزيات هادو المخبلين الخوت، وتنبقى نهضر مع الدراري في الديسكورد وانا معذب حيت المايك الاخر ما تيخدمش ليا مع الديسكورد اللي مع الكارت صون. الوغ مي ولا عندي مايك يو اس بي وليت كنشد الصون في الديسكورد. كيف ما كتشوفوا معايا الخوت هنايا كاين واحد البوطون تاكتيل غير كتورك عليها كتحبس الصوت على المايك، يعني الا كنتي وسط شي ستريم مثلا وبغيتي تحبس الصوت على الناس جات عندك دقات عليك الوالده على غفله ولا شي بلان بحال هكا كتوركي على داك البوطون. الحاجه الوحيده الخوت اللي ما عجبتنيش في هذا البلان هذا كامل هو انه الميكرو خدا بزاف ديال الوقت باش وصلني، 3 ديال السيمانات تقريبا، ولكن هي هذيك انا راه ما خلصت عليه اصلا الشيبينغ باش وصلني بالزربه ولا شي لعيبه. المهم هذه هي اللعيبه الوحيده اللي برطاتني شي شويه، بقيت كنتسنى نتسنى نتسنى نتسنى، ولكن راه فاش وصلني راه ما ندمتش، راه فريمون ما ندمتش. الوغ الخوت ليليان اللي غتلقاو فيهم معلومات كثر اللي هما تقنيه على الميكرو، وحتى ليان ملي غتشريو الميكرو وداك الشيء كامل غتلقاوه في الديسكريبسيون. الى عجبك الفيديو ما تنساش تسيبورتيني غير بلايك ولا كومونتير زوين تحفزني به. كان معكم كابريم، تلقاو فيديو جاي ان شاء الله. Peace. Hey, Kapreem.